ورد الإمام سيد عبد الربع طبعا من شو قالت من الإمام عبد الله حداد معلوم منها فردية وجماعة بدير الفاتحة أول حزب تكون الحزب بعد وش من كتاب سير مساعي حساب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه واله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه واله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه واله وسلم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء سميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا ومحينا محمد النبي رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وسيدنا محمد النبي رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وسيدنا محمد النبي بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكف شر الظالمين 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 اصلح الله امور المسلمين صرف الله شر المدين 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 يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبيده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبيده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبيده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من البطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا
استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا، 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 استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله، 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 لا إله لا إله إلا الله، 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 لا إله لا إله إلا الله، شدوا، لا إله إلا الله، 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 رضي الله عن أهل بيته المطهرين وأصحابهم المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لا نختم دعاء الإمام الرفاعي رضي الله عنه صفحة 63 بيج نمبر 63.